بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. في هذه الآية الكريمة يأمر الله عباده المؤمنين أنهم إذا أرادوا الصلاة فإنهم يتطهرون لها، يتطهرون لها بالماء، فإذا لم يجدوا الماء أو وجدوه وكانوا مرضى لا يستطيعون استعمال الماء فإنهم يتيممون بالصعيد الطيب على وجوههم وأيديهم. هذا في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر وهو الجنابة فإنهم يتطهرون بجميع أبدانهم بأن يجروا الماء ويصبوه على جميع البدن، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين لأنهم أهل الامتثال لما يأمرهم الله جل وعلا به. إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم الصلاة، إذا أردتم الدخول في الصلاة، امسحوا بوجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، والوجه حدوده طولا من منابت على الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا شعر اللحية، فإنه من الوجه فيغسل مع الوجه. فإن كانت اللحية كثيفة بمعنى أنها ساترة الجلد فإن الواجب غسل ظاهرها ويستحب تخليل باطنها، وأما إن كانت اللحية خفيفة بحيث يرى الجلد من وراء الشعر فهذه تغسل ظاهرها وباطنها. ثم قال جل وعلا: وأيديكم، أي واغسلوا أيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، فالمرافق داخلة
في المغسول، فتكون إلى بمعنى مع، مثل قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تأكلوا أموال اليتامى مع أموالكم. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أدار الماء على مرفقيه في حديث آخر: حتى أشرع في العضد. امسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم، بمعنى أن يمر يده مبلولة بالماء على رأسه، يبدأ من مقدمه ويذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه مرة واحدة. فيكون في يده بلل من الماء يمسح به رأسه، والباء للإلصاق، أي ألصقوا أيديكم برؤوسكم ثم أمروها على الصفة المذكورة. ثم قال: وأرجلكم، معطوفا على المنصوب، اغسلوا، أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، أي مع الكعبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الكعبين مع الرجلين، فتكون الغاية في هذين الموضعين، غسل اليدين وغسل الرجلين، تكون الغاية داخلة في المغية. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا، أي أصابت أحدكم الجنابة، وذلك بجماع أو احتلام يخرج معه الإنزال والجنب، سمي جنبا من الإجناب لأن الماء جانب محله، ماء المني جانب محله، وهذا يوجب الاغتسال إذا خرج منه المني دفقا بشهوة في اليقظة، أو خرج منه بلل وهو نائم، فإنه أيضا يغتسل، وهذا ما يسمى بالاحتلام. أو أولج ذكره في فرج امرأته وجب عليه الاغتسال وإن لم ينزل، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع وجهدها فقد وجب الغسل. هذا هو الإجناب، وما يجب فيه أنه يغسل بدنه كاملا، لقوله تعالى: فاغتسلوا، ولم يحدد المغسول، فدل على عموم الغسل لجميع البدن. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.